جنان الأرض، هكذا يصفها كل من زارها. إنها جزر المالديف المحيط الهندي. في رحاب الجزر الغناء، وبعد سلسلة اجتماعات قام بها رئيس اتحاد الجامعات الدولي البروفيسور محمد خير الغباني، كان أبرزها رئاسة جمهورية المالديف ووزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد التعليم ومجلس الإفتاء وجامعة المالديف الإسلامية وجامعة فيلا وكبار الوزراء في المالديف، ليعلن اتحاد الجامعات الدولية التحضير لسلسلة مؤتمرات دولية تنتهي بالقمة الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة في جزر المالديف. ستبدأ سلسلة المؤتمرات بالمؤتمر الدولي 35 الاستراتيجيات الحديثة للباحثين والمعالجين والمدربين الدوليين في جزر المالديف. جزر المالديف تمنح حق الدخول لجميع الجنسيات بدون تأشيرة. الجزر تمتاز باعتدال مناخها ونظافة بيئتها. ستحتضن المؤتمر، والذي سيكون متاحاً حضورياً وعبر الأونلاين، بمحاوره التالية: الاستراتيجيات الحديثة في الطب والطب البديل، الاستراتيجيات الحديثة في البحث العلمي، الاستراتيجيات الحديثة في أساليب التدريب.